السلام عليكم. هنكمل examples لحالات ال acute abdomen ال appendicitis ان شاء الله بإذن الله، يعني بعد ما تتفرجوا على كل الكيسز والفرايتز المختلفة. أتمنى يعني إن محدش فيكم يجي في الطوارئ ويتنح قدام حالة acute abdomen فيها appendicitis. دي أول حاجة. الحالة دي بتتميز ان احنا هنعمل فيها assessment لسبب البوست اوبراتيف او البوست سي اس سيزيريان سكشن ابدومينال ديستنشن. الموضوع ده هياخد وقت، فالفيديو ده هيبقى طويل، تمام؟ وانا يعني هتكلم بتفاصيل شوية وهطلع وانزل واحنا بنتفرج على الفحص، نعمل فلو للفولو للباول. ف it will take time ان احنا كده نعمل simulation يعني لوضعك وكأنك قاعد في مركز اشعة او كأنك قاعد في الطوارئ مع الاخصائي بتاعك او الاستشاري بتاعك. it will take time، وللأسف دي هتبقى ضريبة التعليم، يعني انا بحاول قدر الامكان ان احنا نبقى simulation للحقيقة. فخلينا كده ايه نبتدي. ف يعني اللي مستعجل ممكن يبقى ايه يشغل فيديو بريت اسرع. يعني هنشوف الابروتش متفكر ازاي في حالة abdominal distension. تراجعوا الفيديو بتاع how to assess acute abdomen step by step، ده مهم. احنا مش هنعيد نفس الكلام اللي احنا قلناه قبل كده. هنعرف sure signs of perforation للappendix، وهنعمل التريننج اللي احنا قلنا عليه انت ازاي تعرف الباول ده دايريتد اور نوت، وفي نفس الوقت هو دايريتد ليه، هل ده فعلا في ميكانيكال اوبستراكشن ولا في فانكشنال اوبستراكشن. فانكشنال اوبستراكشن يعني مش ميكانيكال، ممكن تبقى ام في او مثلا، ممكن تبقى اسكيميا، ممكن تكون باراليتيك اليس، بس يعني انه معنى ايه ان هو في سامثينج في الابدومن انفلاميشن او في حدث حصل في الابدومن فالباول بطلت تتحرك فحصل دايلاتيشن، بس يعني بس مفيش حاجه تستدعي ان انت تعمل اجراء معاها يعني جراحي يعني، تمام. وكمان في البوست اوبراتيف بيشنتس بيحصل الباراليتيك اليس ده نتيجه التخدير. اوكي، خلينا بقى نشوف الكيس دي. 29 سنه، كانت عملت عمليه القيصريه، وبعد العمليه بتشتكي بعد العمليه باسبوع. بعد العمليه باسبوع، انا فاكر كده، بعد العمليه باسبوع تشتكي من abdominal distension. طيب يعني انا هوريكم بس كده حاجه معينه بس كده. ايوه خلاص عدلنا الويندو، واديك يا سيدي هنعمل سكرول كده سريع نفرجكم على البطن، وحاولوا كده تجمعوا داتا في دماغكم ايه اللي انتوا شايفينه ده، تمام. يعني انت بتتكلم ان الهول مارك اوف ذا ستادي، خلينا نفتح الفينس فيز احسن، تمام. الهول مارك اوف ذا ستادي ان في ابدومينال ديستنشن نتيجه ان في دايريت باول لوبس، في كذا باول لوب دايريتد، تمام. وطبعا احنا قلنا سي اس هي ده البوست بارتم يوترس بيبقى بالكي كده شويه، تمام. وفي طبعا فلويد كولكشن. اوكي، فلو كولكشن ده كاماونت انت ممكن تقول عليه مايلد ان اماونت. اوكي، وتعلمنا ان انت لازم تعرف هل في نيمو بروتونيوم اور نوت. بعدين دي جول ستون نقول عشان نخلص منها، جول ستون اهي. وانت بتشتغل بيبقى جنبيك كده يا اما فاتح انت الوورد الريبورت يعني وبتسجل الفايندنجز دي اول باول على طول، او بيبقى في ورقه جنبك كده وبتكتب فيها الفايندنجز دي، وبالذات ان في حالات هيبقى فيها فايندنجز كتيره، فانت لو ما عملتش كده هتنسى، هتبقى شفت ان في جول ستون وتنسى تكتبها. خلاص نكمل نيمو بروتينيوم. خلينا نبص نطلع من فوق كده خالص، ازاي تعرف ان في نيمو بروتينيوم؟ اول حاجه تبص في السب دايفراجماتيك ريجن هتلاقي فيه
free air، حاجة سودة. الهواء طبعا بيبقى اسود في السيتي، ان كثافته قليلة جدا، فهو بيبقى في الرينج اللي هو بيبقى اسود، اللون الاسود هو الهواء. خلاص نسيت المعلومة دي، افتح بص على الهواء اللي بره جسم العيان لونه اسود، ده هواء، هنا هواء هيبقى اسود برضو. تمام، ده مكان مثلا في نيمو كده. الحالة اتشخصت خلاص، انت بورفريت، بس افترض ان مفيش حاجة فوق وانت عاوز تكمل يعني تتأكد والله بيت البطن فيها نيمو ولا ما فيهاش. يعني ده شايفين النقطة الصغيرة دي يعني كده، نعمل لها زوم، شايف نقطة زي دي، نقطة زي دي، نقطة زي دي. انت دلوقتي شايف مقطع واحد، انت عاوز تعرف النقط دي جوه باول ولا بره باول، تعمل سكرولينج، سكرولينج تظهر وبتختفي بدون ما تدخل جوه اليومن اوف ذا باول. لا يا عم مش مصدقك، غير الويندو اكتر اهو، ايه ده باول، ده اليومن، ودي حاجة بره، اطلع وانزل مدخلوش مع بعض، دي بره ودي بره كمان، ايه بره. لازم تعمل سكرولينج، النقطة الصغيرة دي صعب تحكم عليها من قط واحد، لازم تعمل سكرولينج. وكذلك برضو خد بالك برضو، حتى السب فراجماتيك ريجون دي ما ينفعش برضو ان انت يعني لو قط واحد مثلا على برينتد فيلم، وطبعا ده حاجه ما تعملوهاش خالص، محدش يدي كومنت خالص على برينتد فيلم يا جماعه خالص، محدش يزنقك. تمام، انت ممكن تقول ده نيمو، او غالبا هيطلع نيمو، بس في حاجه اسمها شيراتيتي سيندروم، ان بيبقى الكولون محشور ما بين الدافراجم والليفر، ممكن دي تبقى كده شيراتيتي سيندروم مثلا، ده كولون. تمام، فما تستعجلش، عارف لازم تعمل سكرولينج وتتاكد. خلاص، في عندك برضو شويه نقط اير هنا، خلاص عددهم اكتر، نقط اير عددهم اكتر، المكان اللي متجمع فيه نقط اير متنطوره ده ممكن نسميه السنتينل ساين اوف ذا سايت اوف بيرفوريشن، ده المكان اللي بيقولك خد بالك انت قريب قوي من مكان البرفوريشن. تمام، يعني لو انت بتبص كده لقيت ان مكان اتجمع فيه نيموبلوتونين او نقط كتيره، يبقى ده غالبا هو قريب انت من مكان البرفوريشن، وده على الرايت سايد اوف ذا ابدومن، فانت غالبا بتتكلم ايه من غير ما تبص على الابندكس خالص، غالبا دي برفوريتد ابندكس. تمام، فانت جمع داتا، خلاص عندك نقطه اير زي دي مثلا نيمو بريتوني، بتطلع وبتنزل ما بتدخلش، ما بتدخلش جوه باول، وبرده ممكن تنزل في البلفس، هتلاقي مثلا نقطه مثلا زي دي، نقطه واحده جوه الفلوت. خلاص هتلاحظ برده ان ايه، ان الهول، مش الهول بقى، البريتونيوم، بريتونيوم ريفلكشن هنا فيها مينيمال انهانسمنت، وهنا فيها مينيمال انهانسمنت، ده معناها ان ايه، في بيريتونايتس، يعني في فلويد ومعاها بيريتونايتس، ودي ساين مهمة، يعني ان الفلويد ده مش اسايتس، مش هيباتيك فيلير مثلا وعمل اسايتس، لا ده فلويد كولكشن انتربيتونيال، نتيجة ان في بيريتونيال انفكشن او انفلاميشن حصل. اوكي، ده فده قلنا كولكشن وقلنا النيم. خلاص طبعا انت مخك جايبك ان ده زايده، بس الجراح او الدكتور المعالج ممكن يشخصها كلينيكال، ممكن يشخصها باللاب، وهو يعني ممكن حتى بالسونار يعني تظهر، بس هو عمل سي تي، عمل سي تي لهدفين، الهدف الاول كونفيرم الدياجنوز كلينيكال ان هي دي زايده، او حتى كلام السونار ان هي قالت ان هي زايده، التهاب الزايده، وحتى قصه برضو النيبروتينيوم عادي يعني ممكن تظهر في الاكس راي. ماشي، هو اللي قلقه هو الباول ديستنشن، ده باول ديستنشن بعد عمليه سيزيريان سكشن، بيبقى خايف ان قد يحدث ريرلي ان يكون في سوتشر اتخذت في وول اوف ذا باول وعملت ميكانيكال اوبستراكشن. هو عاوز يعرف منك، يعني هو هدف الجراح ان هو يعرف انك is it an iatrogenic mechanical obstruction ولا ده ilias نتيجة البوست اورسيف ستيت او نتيجة البروتونيتس اللي حصل. تمام، هتعمل ايه، هتروح عامل كده،
انت والله اول حاجه اتس دايليتد اور نوت، يعني هو باين لك ان هي دايليتد بس يعني ايس، يعني مفيش مشكله. ده الجوجنم بيبقى موجود على الليفت سايد اوف ذا ابدومن. ادي يا عم 6 سم، 5 5 10، خلاص ده دايليتد باور. اس واحد تاني لو حابب، يعني يعني طالما انت عديت في السمول باور 3 سم هو اتس دايليتد. فلو جيت كده مثلا 3 ونص دايليتد خلاص، فاحنا ده دايليتد باور، خلصنا من الموضوع ده. هنراجع الفيديو بتاع ال باول ابستراكشن اللي هو بتجاوب على 6 أسئلة أو 7 أسئلة عن الباول ابستراكشن، عشان مش هنقول نفس المعلومات تاني. خلاص أنا عاوز بوريكوا ازاي بنعمل فولو. يعني اهو دي الاستومك، نعرفها من الاناتوميكال سايد بتاعها ما بين الليفر والسبلين، وجواها النيزو جاستريك تيوب. تمام، هتنزل هتروح رايحة لك فين؟ ناحية اليمين عشان تروح على البايلورس وعلى الديودرم، والديودرم هتنزل لتحت. تمام اهو سكند بارت، ويروح يعمل الثيرد بارت هو اورال البانكرياس. البانكرياس اهو ده السبيريو مزنتريك فين، سبيريو مزنتريك اوتري. الفين طبعا اقوى من الاوتري، الفين طبعا بيبقى دايمر بتاعه اعلى اكتر من الاوتري في اي حته في الجسم، يعني عشان الاوتري الوول بتاعه فيه ماسلز. هيعدي بقى كده بالعرض عشان يروح للفورس بارت اوف ذا ديودينم، بخش على الجوجنم. طبعا هو هنا يعني في اناتوميكال فارينت، الدودة اللي نزل تحت زيادة عن اللزوم يعني، بس مش فارقة معانا في حاجة يعني. خلاص ده الجوجنم بيبقى دايما على left side of the abdomen، عشان لو لقيته على right side of the abdomen يبقى في mal rotation، حاجة congenital. هنعمل ايه؟ انا عاوزك بس تتابع بعينك مكان الماوس، عشان مكان الماوس هو ده المكان اللي انا ببصص عليه بعيني دلوقتي. خلاص هنمشي كده، دخلنا في الباول ده. انا كل هدفي ان انا هفولو اشوف الديامتر اوف ذا باول كله دايركت ولا في اماكن بيرجع نورمال او بيبقى كولابس، وفي نفس الوقت هل في ترانزيشنال زون ولا لا. ترانزيشنال زون يعني تغير في ديامتر اوف ذا باول من دايركتد تو كولابس، حته منطقه محدده تيومر اديزيف باند هيرنيا حته معينه حصل فيها كل توتال كولابس للباوليوم. اديني ماشي اهو، ماشي ماشي ماشي، راح ده راح عامل زي بوب كده هنا، وين طالعين مع ده راح لافف كده لافف كده جينا هنا. طبعا الكلام ده مثلا لو انا جونيور كنت باخد فيه ساعة عشان اعمل الحركة دي في اول كام حالة كده، فانا كنت باخد ساعة، الواقع متعب جدا عامل زي سواقة العربيات كده. بعد كده خلاص القصة دي بتعملها بمنتهى السهولة، وانا مش فاكر قلتلكوا لا ايه التبس والتريكس ان انت تطلع بسرعه الترانزيشنال زون، بس خلينا اقولها في الاخر، بس انا قلتها في الفيديو اللي فات، بس يعني ايه خلينا اقولها في الاخر. دينا هنا اهو، انا عدي كده كده هنا تيكس تايم شويه، بس الموضوع يستاهل ان ده انت لازم تجاوب على السؤال ده، يعني هنا ان هو هل فعلا في ميكانيكال اوبستراكشن ولا نتيجه سوتشر. ديك ماشي 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 اهو، وجينا هنا هوب فينا تيجي كده، هحاول امشي بسرعة شوية عشان تدينا هنا 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 اهو، قول ده المكان ده، وجينا اتلخبط ارجع تاني اهو هو ده، امشي هنا تمام تمام ماشي ماشي، ومعيلك معايا تحس هنا ان اليومن يعني بدأ ميبقاش دايليتد للدرجة صح؟ قيس هتلاقيه مثلا ممكن يطلع معانا 3، بدأ الدنيا تفك يعني الدايمتر يقل. وديك مشيت كده ودخلنا هنا ماشي، ده راح فين ده بقى؟ راح فين؟ هتلاقي لما اليومن يقل بقى الموضوع أصعب في الفول اهو، ونزل وجينا اهو شوف بقى نورمال دايمتر. خلاص هتخش في شوية الكعبرة دي وتوصل منها ايه في الاخر على السيكم. ازاي بتعرف الايديو سيكل جانكشن؟ قلنا كذا مرة الفات تمام، الفات ده اللي بيقولك ان انت وصلت عند الاليو سيكل جانكشن. شايف ده؟ ده التيرمينال اليوم، هتلاقيه بيطلع لي فوق اهو، وهيخش في المنطقة دي ويخش لك هنا.
الحتة دي اللي فيها الفات دي في الوول، هو ده مكان الإليوسيكال جانكشن. بيطلع معاه ايه؟ فكده احنا ايه في الاخر الملخص، يعني انت عملت الفولو ده هياخد منك وقت وتطلع تنزل والكلام ده، ده اللي هيساعدك ان انت تعرف ان 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 طالما انت وصلت لحد الاخر ما يبقى من غير ما توصل لمكان في ترانزيشنال زون، يبقى انت ده مش ميكانيكال اوبستراكشن، مش ميكانيكال سمول باول اوبستراكشن. طبعا احنا ما فكرناش اساسا في احتماليه ان هي تبقى لارج باول اوبستراكشن، ان اساسا اللارج باول مش دايركتد، فانا مش شاغل بالي في الموضوع ده يعني. خلاص، فانت عندك حاله فيها مايد كولكشن ونيمو بروتينيه مودايليتد باراليتيك الياس، تمام، والاير متجمع في رايت الياك فوسه او في سابراتيك ريجون، يبقى انت بتفكر غالبا ان في ايه بيرفوريتد ابندكس. تعالى يا عم هتجيب البيرفوريتد ابندكس ازاي؟ اجي عند السيكم في الفات، فتح فيه حاجتين موجودين قلنا عليه، طلعنا واحده منهم اللي هي الاليوم، والحاجه التانية المفروض تكون ايه الزايد، لو هو طبعا لو هي مش متشاله. خد بالك النقطه دي مهمه، لازم يبقى معاك هيستوري، ما تطلعش عينك من انت تطلع الزايده والعيان عامل متسكتوم بجد يعني. انت ممكن تقعد نص ساعه عمال تدور فين الابندكس وهي اساسا اتشالت قبل كده، فالموضوع ده اساله العيان عمل عمليه قبل كده؟ لا مش عامل الحمد لله. لا عامل، عمل ايه؟ عمل الزايد. طب كويس خلاص تمام. المهم فادي يا سيدي الزايد اهي ماشي موجودة ريترو سيكل، مكانها ريترو سيكل ورا السيكل، ادي اهي فين دخلت. عاوزين نجيب دي التاب بتاعتها، هي دي التاب اهو، جبنا التاب. ازاي عرفنا هي التاب؟ ان هي بتطلع، ان هي بتخلص هنا، يمشي معاها. شايف الوول في انهانسمنت، ممكن نعمل كده احسن عشان تبقوا شايفين كويس. تمام اهو كل ده اهو، نطلع شايف المنظر، الوول في انهانسمنت زيادة يعني. بعدين ننزل بس زوم اوت شوية هنا، هي لازقة في الريترو بتاعت الفاشية دي. خلاص اهو تمام تمام طبعا في هنا امالجاميشن، يعني تحس انت برضو ايه الصورة مش واضحة، يعني الدنيا مسكت في بعض نتيجة الانفلاميشن، بقى خلاص كل التيشوز دخلت في بعض. تمام اديك شايف هنا ده السيكم، هنجيب البيز اوف ذا ابندكس اهي. لا دي الليمف نود دي ولا لا هي دي. تمام دي الليمف نود جنبها ودي الابندكس، جت كده تحس ان هي كولابست خالص. تمام بعدين جيت في منطقة اهي، شايف الحتة دي كده في نقطة اير اهي، وفي حتة في الوول الانهانسمنت ديفيشنت، ده مكان البرفوريشن. ممكن تقيسه كمان لو حبيت، تقول والله انا شايف ان في ديفكت اهو في الوول حجمه مثلا 6 مل، ومنه نقطة الاير دي طلعت لبره عشان تعمل لك النقطة الاير المختلفة الكتيرة دي. تمام فديك طبعا هنا لما تبقى الابندكس بيرفوريتد مش هنطبق عليها بقى قصة الدايمتر لازم يعدي 6 مللي، هو الدايمتر اساسا عدى 6 مللي. امتى؟ في الاكيوت ابندسايتس، لما اليومن حصل فيه قفلة بفيكولاس مثلا فاكيوميريتد فلويد فبدأت تتنفخ، لما تبرفوريت خلاص الانتفاخ ده هيروح. فلو لقيتها نورمال ان كاليبر بس معاها كل الساين اوف انفلاميشن وبرفوريشن، ما تجيش تقول ان هي دي مش اكيوت ابندسايتس، خلاص لا دي كانت زي ضفر قاعد خلاص. هنا عندنا مثلا في اماكن فيها 6 مللي، طبعا انت بتقيس اوتر تو اوتر، يعني ما تجيش تقيس كده. الدايمتر في الابندكس في السونار في السي تي بيتقاس اوتر كده، نعمل النقطه دي مهمه، الطريقه دي مهمه في القياس عشان بس تبقى واخد بالك. تمام بتقيس outer wall to outer wall، مش بتقيس inner to inner. تمام شوف في فرق رهيب في المقاسات، 4 مللي وده 9 مللي، يعني فرق رهيب بينقلك من النورمال للاب نورمال. انت ممكن تبقى بتقيس غلط وبتطلع نتائج غلط. تمام فاحنا نشوف سامرايز الحاله دي، female patient post operative بعد اسبوع جت تشتكي من ايه يا معلم؟ بتشتكي من
abdominal distension وبينه fever و vomiting ومش بتباص stool. ده straight flatus كده. فانت عمل الدكتور الآن من ان يكون حصل mechanical obstruction بسوتشر, فهو ده السؤال اللي هو عاوز يسمعه, عاوز يسمع اجابته. فانت هتطمنه دكتور ما تقلقش, ده paralytic ileus بس انت عندك perforated complicated appendicitis ومعك نيموبروتينيوم ومعك mild collection, بلغ جراح العامة عشان يوبريت البيشنت, وممكن بالمرة يعملوا برضو ايه المرارة دي ويشيلوها عشان هي عندها جول برادر ستون. اتمنى تبقى الحالة مفيدة, ومعلش ان احنا خدنا فيها وقت, لكن في حاجات تستحق كده ان احنا بنحاول نتعلم ابروتش, بنحاول نتعلم ازاي تتصرف في الحالة. احنا في الفيديوهات دي مش بندي نوليدج, احنا النوليدج دي موجودة في الكتب خلاص وعلى النت, وتعمل دوروا عليها هتلاقوها يعني. انما احنا عايزين ناخد بقى النوليدج اللي عندكم دي ونخليها حاجة عملية مفيدة ليكم ومفيدة للمرضى بتوعكم. تمام, يلا بالتوفيق.